خرج العديد من المواطنين إلى الحدائق والمتنزهات العامة للاستمتاع بأجواء العيد وسط تواجد أمني مكثف في الشوارع لقوات الشرطة. تحية يعني لهم كبيرة على هذا التواجد الأمني الكثيف. فعلا الناس خرجت بكل أمن وأمان وقضت عيد مبارك جيد جدا في هذه الأجازة. كمان يا شروت كان في أماكن كتير أو حدائق كان فيها عملية من عمليات التطوير علشان تستقبل الزائرين، كانت حديقة الحيوان بعد فترة كبيرة من خلوها من الزائرين كان فيها عدد كبير من الزوار، أيضا حديقة الأرمان اللي تم تجهيزها مرة أخرى لاستقبال المواطنين شهدت إقبال من قبلهم، هنتابعه في التقرير التالي. وسط أجواء روحانية ممزوجة بفرحة عارمة يحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك، وتعد حديقة الأرمان أحد مظاهر الاحتفال التي يقصدها الجميع في العيد، حيث المساحات الخضراء والأنواع الفريدة من الأشجار. بصراحة هو اليوم النهاردة جميل والشرطة حميانة يعني والجنينة جميلة قوي. أجد فسح وفسح ولادي وفسح أخواتي وأشوف الدنيا. دلوقتي احنا جايين يعني مش خايفين من حاجة، يعني الجيش بره حمينا وكده ويعني الجو هدي عن الأول يعني. وعلى الرغم من استمرار أعمال التطوير بحديقة الأرمان بعد أن دمر مؤيد الرئيس المعزول محمد مرسي المساحات الخضراء أثناء اعتصامهم بها، إلا أنها فتحت أبوابها أمام الزوار في العيد الأضحى المبارك. الأجواء كويسة، أنا ما كنتش متوقع أنهم يفتحوا النهاردة بس الحمد لله يعني، وجيت انا والاولاد اهو. مكان هادي في حديقه الارمان وجو حلو يعني. اول مره نيجي هنا جنينه الارمان بس الجو حلو وامن وامان عشان الديش وكده. الحديقه شهدت اقبالا متوسطا من الزائرين، وكانت وزاره الزراعه قد اصدرت قرارا بعدم اغلاق اي مكان ترفيهي في الاعياد او المناسبات القوميه. ما زالت الاحتفالات مستمرة وسط أجواء من الفرحة تسود الحدائق والمتنزهات للاحتفال بالعيد الأضحى لما له من مكانة خاصة في قلوب الجميع. وكل عام وأنتم بخير. ولاء الحديني، النيل. تأكيد الفنانين المصريين لهم دور كبير في تشكيل الوعي بالنسبة للمواطنين، على رأس هؤلاء الفنانين الفنان نور الشريف اللي تاريخه حافل بالأعمال السينمائية والتلفزيونية المتميزة. وأخيرا حصل الفنان نور الشريف على جائزة الأديبة والشاعرة هويدا عطا للحرية والإبداع بصالون الخريف الفرنسي بباريس، تقديرا لما قدمه من أعمال مؤثرة في عالم الإبداع السينمائي. الصالون بتمتد فعالياته من 15 ل 20 من أكتوبر الحالي. وأشاد يمكن الفنان نور الشريف بأهمية الجائزة لأنها بتمد الجسور المتبادلة للحضارات الإنسانية، وإن تسلمه جائزة كهذه جائزة عربية هي في مكان بحجم صالون الخريف هو بمثابة احترام للثقافة العربية. حضر الأمسية الثقافية بالشانزليزيه بباريس نويل كوريا رئيس الصالون والناقد الفرنسي الشهير دانيال شكروان والفنان المصري التشكيلي عبد الرازق عكاشة نائب رئيس الصالون للعالم العربي والشرق الأوسط وأم الفنانين الفرنسيين مونيك بروني الرئيس الشرفي للصالون. بيعتبر العام الحالي الأول لجائزة الأديبة والشاعرة هويدا عطا للحرية والإبداع بصالون الخريف الفرنسي، ويأتي ذلك تشجيعا منها للفنانين ليقدموا أرقى الفنون العربية في المحافل الدولية المختلفة. ثورات الربيع العربي جعلت الدول العربية وأخبارها بتتصدر دائما النشرات الأنباء في مختلف دول العالم، وده بالتأكيد خلى في نوع من أنواع الفضول من قبل مواطني هذه الدول في التعرف أكثر على الثقافة العربية. وأيضا تزايد الاهتمام بالنشاط الفني والثقافي العربي تحديدا في بريطانيا. مع زيادة الاهتمام فعلا بأعمال الفنانين خاصة اللي بينتموا إلى المنطقة العربية وبيعتبرها الغرب أنها منطقة مضطربة لحد ما في الوقت الحالي، تم افتتاح عدة معارض تخصصت في عرض أعمال الفن الحديث والفن المعاصر من الشرق الأوسط. نتابع هذا التقرير. مدينة الضباب متعطشة لمزيد من الفن العربي، فيوما بعد يوم يتزايد عدد الفنانين من الشرق الأوسط الذين يقيمون معارض لأعمالهم الفنية في لندن. الخبراء يقولون إنه عندما اندلعت ثورات الربيع العربي
بدءا من تونس في عام 2011 وأطاحت بحكام ديكتاتوريين جلسوا على سدة الحكم في بلادهم لآماد طويلة، فإنها جلبت معها آمالا عريضة بالتغيير وفتحت صفحة جديدة لهذه الشعوب وأشعلت أيضا جذوة الإبداع الفني. الفنانة الفلسطينية سامية حلبي التي تنظم أول معرض لها في لندن تحت رعاية معرض أيام تقول إن الفن من منطقة الشرق الأوسط يشير إلى ما سمته الأمل البريء في المستقبل. أعتقد أنك إذا نظرت إلى المجتمع العربي سترى أن هناك براءة معينة لم تصل إلى التعقد والتفسخ الذي نراه في بعض المدن الأوروبية الكبيرة، ولذا فهناك مزيد من التفاؤل والأمل في المستقبل ما بين الفنانين العرب والذي يظهر في أعمالهم الفنية. افتتاح أماكن جديدة لعرض أعمال فناني منطقة الشرق الأوسط أدى إلى دفع الفن العربي إلى مقدمة المشهد الفني في لندن. في مطلع عام 2013 انطلق معرض أيام في لندن وجدة، كما كان له تواجد بالفعل في كل من دمشق وبيروت ودبي. ويهدف معرض أيام إلى تحدي النظرة السائدة بشأن الفن في الشرق الأوسط بعرض أعمال الفنانين من المنطقة طوال العام. ويقول هشام سماوي المؤسس الشريك في معرض أيام إن الفن في المنطقة قد نضج خلال السنوات الأخيرة، كما أن الاهتمام به بين جامعي الأعمال الفنية قد وصل إلى ذروته. أعتقد أنه بشكل عام فقد اتجه المشهد الفني في الشرق الأوسط خلال الأعوام الخمسة أو الستة الماضية إلى النضوج، كما أنه وصل إلى النقطة التي أصبحت. سقوط الحكام الدكتاتوريين في الشرق الأوسط والنزاعات المتجددة في المنطقة سوف تستمر تداعياتها الدولية على الساحة السياسية، ويبدو أن الفنانين والجهات الإبداعية تحارب أيضا من أجل الفوز بمكان بارز على خريطة الفن العالمي. معادنا التالي دايما وقفة مع أبرز وآخر الأنباء الرياضية مع أحمد حمدي. صباح الخير أحمد. صباح الخير شيرويز. صباح الخير.